تسلمت مديريه اوقاف اسيوط اليوم 16/8/2021 الموافق 8 من المحرم 1443 من الهجره 4 طن، ليكون اجمالي ما تسلمته المديريه من بدايه المشروع الى الان 18 طن. اليوم الاثنين الموافق 8 من شهر محرم لعام 1443 الموافق 16 من شهر اغسطس عام 2021 تستقبل مديرية أوقاف السويس الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 2 طن من اللحوم، ليكون إجمالي ما تم تسليمه لمديرية أوقاف السويس عدد 6 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي. وقد تسلمت مديرية أوقاف البحيرة اليوم الاثنين الموافق 16 من شهر أغسطس 2021 قافلة صكوك لحوم الأضاحي تحمل 3 أطنان، يكون إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف البحيرة 21 طنة. اليوم الاثنين 16/8/2021 يسر مديرية أوقاف الغربية أن تتلقى الدفعة السادسة 3 طن لتوزيعها على مستحقيها بإذن الله تبارك وتعالى. وصل إلينا 18 طن لحوم أضاحي والنهاردة 3 طن، إذن المجموع 21 طن. إجمالي ما وصل إلى محافظة الإسماعيلية 14,000 كيلو. اليوم الاثنين الموافق 16/8/2021 تم وصول الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحي ومقدارها 2 طن، وذلك بمديرية أوقاف بورسعيد، يكون إجمالي ما وصل إلى المديرية 6 طن.